انت ما تعرفيش ايه هي قيمة الاصحاب في الحياة. عيب تقول كده يا فيبو. انت حتى مش راضي تقول انك غلطان. لا طبعا مش كده، انا جوازي منك مش غلطة اكيد. فيبو انا مش بتكلم عن جوازنا، انا بتكلم عن انك ضيعت 5 ساعات وانت مع صحابك وسايبني في البيت لوحدي. يا انو انا على طول بعمل كل اللي بتقولي لي عليه، لما بتقولي لي اقعد انا بقعد، لما بتقولي لي نام انا بنام. أبهرتني. بس خلاص انا مش هسمع كلامك تاني ابدا. قلتلك ما تتدخليش بيني وبين صحابي، ما ينفعش ما ينفعش. لا ينفع على فكرة، علشان انا مراتك يا فيبو، وده يديني الحق اني اقولك انك هتنام النهاردة برا على الارض في الجنينة. انا غيرت كلامي، اتدخلي براحتك 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 براحتك. ايوة تعدل. بس انا من جوايا يعني هبقى متضايق. وانا كمان مش هكون فرحانة وانت نايم في الجنينة. ماشي خلاص كفاية بقى يا انو. انت ما تعرفيش قيمة الصحاب ولا هم غاليين قد ايه، ولا هم بالنسبة لي ايه، ما تعرفيش اي حاجة اصلا. اكيد. طيب هنام. بكرة الصبح هتعرف قيمة مراتك كويس. أنا بستناك، أنا بستناك، أنا قولي لي شمعة سهرة. هو أنت ليه ما نمتيش لحد دلوقتي؟ أنت يعني ما تعرفش إن أنا مش بيجيلي نوم لما أكون لوحدي في البيت؟ يعني أروح أنام في بيت الجيران يا تيواري؟ يا أختي يا ستي، قبل ما تفتحي بوقك وتتكلمي فكري في الكلام اللي أنت بتقوليه. أنت كده خلاص قفلتيني بعد ما كنت جاي فرحان. إيه ده؟ أنا ندهت عليك كتير وفضلت أقولك يا تيواري تعالى يلا تعالى كفاية كده عليك، ما سمعتش الكلام، ودني من تين ودني من سمين. سمين إيه بس، أنت جعانة؟ اسمها عجين يا حبيبتي. الله ينور عليك. يعني انا مش عارف ازاي المفروض امشي واسيب اصحابي كده فجأة، معقول؟ يا سلام، لو هم اصحابك فانا مراتك برضو ليا حق عليك. ايوة طبعا، وده معناه ان في اختلاف كبير بين مراتي واصحابي. القعدة مع اصحابي كلها ضحك وفرحة، ومش هتقدر تقدمي لي ده. وانا ليه بقى ما اقدرش اقدمه لك؟ ممكن تقولي؟ عشان انتوا الستات في العموم ما تعرفوش يعني ايه صحاب. بالنسبه لكم انتوا الستات الصحاب يعني تتكلموا مع دي شويه ومع دي شويه، لكن احنا الرجاله بقى الصحاب بالنسبه لنا حاجه جميله ولذيذه، كلها هزار وسعاده. خلاص كفايه، علاقتك باصحابك جميله ولذيذه، لكن علاقتنا ببعض زي الليمونه الحمضانه. ها يا خويا.